انطلق. Hello everyone. Today, السلام عليكم ورحمة الله. Today we are going to start with chapter 2 from better English pronunciation for PD O'Connor. The chapter entitled Organs of Speech. First of all, we need to know how to or how the speech organs work. نعم، إذن بالبداية لازم نعرف كيف تعمل أعضاء النطق. أحسنت أستاذ محمود. Yes, continue please. Go ahead. Would you please talk? Yes. How the speech organs work? Most speech is produced by an airstream mechanism. The air that we breath out comes of lungs before it gets into the outer atmosphere. Yes. The next slide, please. Yes. Yes, this is the next. Doesn't appear yet. Doesn't appear. ما واضح يمك حاليا؟ بعده؟ بعد الأول. حاليا بالسلايد الثاني، اذا تقدر يمك افتحه عادي واقرا، يعني اشرح علي. تمام. How the speech organs work. Yes. So most speech is produced by an air stream mechanism. Yes. معظم الحديث يكون عن طريق إنتاج عن طريق الهواء أو عملية الهواء خروج الهواء. طيب، إذا عند خروج الهواء، هذا الهواء سيحمل موجات صوتية لها ترددات معينة، وهذه الترددات لها يعني معاني يستلمها المستمع ويفهم هذا الكلام. طيب، نحكي لنا هسه استاذ محمود عن السبيتش اورجنز، اعضاء النطق. من هي اعضاء النطق؟ Yes. In the next slide we have the many organs of speech. For the first one is the pharynx. Pharynx، نعم عندنا الفارينج. شنو الفارينج طلاب؟ ويا استاذ محمود شنو الفارينج؟ يس، شنو هو الفارينكس؟ شنو المقصود بالفارينكس؟ ها؟ ما تعرفون شنو معنى فارينكس؟ ها؟ شنو معنى الفارينكس؟ فارينكس معناها البلعوم. يس، اورال كافيتي. اورال كافيتي. الاورال كافيتي يس. اللي هي التجويف الفموي او التجويف الحلقي، بمعنى كل شيء ما موجود في الفم نسميه اورال كافيتي. هاي معلومات مهمه طلاب. النيزل كافيتي استاذ محمود شنو المقصود بها؟ التجويف الانفي. ما المقصود بالتجويف الانفي؟ وضح لنا بعد اكثر. إذن everything that's related to the noise، شكو شيء موجود بالفم نسميه nasal cavity، والهواء الذي يخرج من خلال الأنف شو نسميه أستاذ محمود؟ طلاب شو نسميه يعني؟ الهواء الذي يخرج من خلال النويز شو نسميه؟ nasal sound. أحسنت. عنده أيضا التونغ اللي هو اللسان. يس، اللسان شنو يقسم إلى شنو؟ يقسم إلى خمسة مناطق، وذكرنا بأن the tongue is the most important organs of speech. Why Mr. Mahmoud, why do we say that? Why قلنا we consider yes. Tongue is the most important organ of speech. Can you tell me why, please? Because the tongue it can be moved into many different places and different shapes.
it can, because it has the greatest variety of the movement. لأن لديه حركة كبيرة ومتنوعة لكي ينتج معظم اللسان. نعطيناكم مثال ذكرنا بالمحاضرة السابقة أستاذ محمود. ممكن تعيد المثال اللي أنا ذكرته عن اللسان؟ يعني ذكرنا بأنه ليش مرات الواحد إذا يتجاوز الأخ أو الأب أو اللي شخص اللي يكون أعلى مرتبة من عنده يقول له والله إذا عدت هذا الكلام if you repeat this sentence I will cut your finger راح أقطع cut your tongue راح أقطع أقص لسانك. ليش نقول أقص لسانك؟ ليش ما نقول أقص soft palate مالتك أو hard palate أو lips أو teeth؟ ليش ذكرنا tongue؟ ليش؟ ها؟ We said that it is the most important. Yes, لأنه أهم عضو من أعضاء النطق. Yes, we have also the palate. The palate, شو المقصود بالpalate? It forms the roof of the mouth. The roof of the mouth. Yes, excellent. وقلنا البالت يقسم إلى ثلاثة مناطق. شنو هي المناطق اللي تقسم للبالت؟ Yes, the first one is the alveolar ridge. Alveolar ridge. والثانية؟ The hard palate and soft palate. Yes, the hard palate. And the third one? Soft palate. The soft palate. وذكرنا بأن the soft palate هي الموزع للهواء التي تجعل الهواء يأما يمر من خلال الأنف أو من خلال الفم. وقلنا عليه مثل الحنفية أو مثل الكاك. إذا ارتفعت لي فوق الهواء يمر من خلال الفم. وإذا انخفضت لي جوا راح يمر الهواء من خلال الأنف. ذكرنا أيضا التيث وقلنا التيث ممكن تكون upper and lower. واللبس أيضا. طبعا عاشت ايدك على هذا الترتيب. ننتقل الان الى الفوكال كوردز. ايش حكي لنا عن الفوكال كوردز استاذ محمود؟ وضح لنا شنو المقصود بيها. Sorry, I have a question. Why the larynx why the larynx is the most important organs in the sound organs of speech. Sorry, why what? Why the larynx? Larynx. The larynx is the most important organ. يعني it is one of the most important organs. It is one. One of them. Yes. إذا لماذا نعتبر اللارينكس الحنجرة هي أهم عضو من أعضاء النطق، واحدة من أهم الأعضاء النطق. طبعا هي اللارينكس هي التي تحتوي contains two small bands. هي التي تحتوي على الحبال الصوتية، والحبال الصوتية هي التي توزع الهواء. يا أما يكون يعني أنا أقول لك اللارينكس أنا أشبه لكها بالمحرك مالت السيارة. أستاذ محمود شلون المحرك؟ the engine of the car. The engine هو المحرك. إذا كان عندك سيارة محركها زين أموره تمام تمشي لك مشي مو طبيعي وتبدع لك بالمشي. إذا كان عندك لارينكس زينة حنجرة زينة راح تبدع بالأصوات. لذلك سامع يقول لك هذا صاحب الحنجرة الذهبية. سامع؟ ليش نقول صاحب الحنجرة الذهبية؟ لأن نعرف بأنه جمال الصوت يكمن في الحنجرة في اللارينكس. طيب good question. In fact this is a good question by Mr. Mahmoud. Thank you very much. Yes, احكينا استاذ محمود عن ال voiceless sound وال voiced. شنو اللي عرفته عن ال voiceless sound وعن ال voiced sound؟ شنو اللي تعرف عنهم؟ Yes, so voiceless sound are used when the vocal cords are open. For example we have feel. إذن الحبال الصوتية the vocal cords as you said they are open. يعني الحبال الصوتية تكون متباعدة مثل ما موجودة بهاي الصورة مثل ما تشوف are open. طيب هاي voiceless. وال voiced are produced when the vocal cords are closed. إذن الحبال الصوتية تكون متقاربة من بعضها لبعض ويكون هنالك هواء ضيق قليل جدا للخروج. لذلك يكون أكو اهتزاز للحبال الصوتية. عاشت ايدك، شكرا جزيلا على هذا الترتيب. يس الان نحكي عن البالت. Yes,
Yes. Also, we can know if the this word is voiceless or voice. نعم نقدر نعرف بأن هذا الصوت هو voiceless أو voice. شن هي الطريقة اللي نقدر نعرف من خلالها بأنه هذا الصوت voiceless أو هذا الصوت voiced؟ يا ريت توضح لنا إياها وتنطينا أمثلة. وأستاذ محمود أكو ملاحظة أني أريد يعني أقول لك إياها، يعني حقيقة عاشت إيدك ويعني أداء جدا جميل وسلايد مرتب ويعني كل شيء مرتب، بس أكو ملاحظة أريد أقول لك إياها. حاول من تشرح أريدك الصوت يكون مرتفع، صوت يكون اعلى، ويكون عندك انتونيشن. تعرف شنو يعني انتونيشن؟ تنغيم، بمعنى انه بعض الاحيان لازم ارفع الصوت لما انا اسال اخفض الصوت. هذا الموضوع جدا مهم حتى يخلي الطالب غير ما يمل. الطالب ما يمل، the student will not feel bored if you explain everything with good intonation. You have to use the intonation، تنغيم. يعني اقول طلابنا الاعزاء، هسه راح نحكي عن ال voiceless sounds، هذا كله تنغيم. بس من اقول طلابنا هسه راح نحكي عن الفويسليس ساوند اللي هي الاصوات، هذا الكلام هنا راح يكون ممل. انا هاي نصيحه لك، لان انت ان شاء الله يو ار جود تيشر، يو ديزيرف تو بي مور ذان ذات، اند اكشلي اي لايك يور اكسبلينيشن، ثانك يو فيري ماتش. يس، هاي ملاحظه خليها ببالك، يعني فيدباك ياخذها لك، انه انت ان شاء الله بالمحاضرات القادمه من تدرس طلاب ولا ما تدرس؟ انا لا ما ادرس. طيب بالمستقبل انا اي مستقبلك راح تدرس اول وتالي راح تدرس ان شاء الله. يس، اذا شلون راح نعرف بان هذا الصوت voiceless او هذا الصوت voiced؟ So the technique we can use our hand and put it on the sound box or the vocal cords and we read the word or the sentence. For example, we have feel, and we feel that there is no vibration on the vocal cords. So this is voiceless because there is no vibration on the vocal cords. On the other hand, we have beat. We feel we have a vibration in the vocal cords. So this is voice sound. Yes. And then we put our finger, نضع إصبعنا وين أستاذ محمود؟ On the sound box or the vocal cord. طيب إذا نخليه على الحبال على الركبة مالتنا هنا ونحاول ننطق ب ب ت ث ب ب ز ز ج ي أكو اهتزاز؟ أكو اهتزاز لما نقول voice، أما voiceless فما يوجد فيه اهتزاز. yes. هسا حكينا عن البالت، شنو هي المناطق البالت أستاذ محمود؟ So in the palate we have three parts. The first one is the alveolary and it's a part immediately behind and our front teeth. It is also an important in English because many consonants like sh, j are made with the tightening gate. طيب اذا الصفت بلت، نعم اذا الصفت بلت اللي احنا سميناها الكاك او اللي هي الحنفيه، وقلنا هي المنطقه اللي تكون نهايه الاورال كافيتي افتر ذا هارد بلت، وهي تكون موفابل متحركه لانها يمكن ان تكون ريزد او لور، ممكن تكون مرتفعة أو ممكن تكون منخفضة. هذه هي اللي نسميها إحنا soft palates. طيب وال alveolar ridge، alveolar ridge وضح لنا شنو المقصود بالalveolar ridge. yes who has a question please. ماكو سؤال، نعم تفضل كمل لنا شنو المقصود بالalveolar ridge. the part of the jaw immediately behind the upper front teeth. طيب اذا نعم is also on board are made with the tongue touching it. حلو، اذا
ايضا هو عضو يعتبر مهم لان هنالك العديد من الاصوات تخرج بخلال او بمساعده هذا اللي هو نسميه الالفرويج. وعندنا ايضا الهارد برت واللي هي المنطقه اللي تكون بنص اعضاء النطق اللي تكون في الوسط واللي قلنا عليها هي اللي تكون بقرب الالفرويج. طيب هسه راح نجي على التانج. يس نجي على التانج اللسان. يس هذا اوضح لسان. يس افتر مستر محمود ان شاء الله اي ويل جيف يو ذا تشانس تو اكسبلين ان شاء الله. يس از يو سيد ذا تانج از ذا موست امبورتنت اورجن. يس بيكوز اتس موفد انتو ماني ديفرنت بليسز اون ديفرنت شيبس. طيب اند اتس ديفايدد انتو 5 بارت. In the diagram, we have four parts, and we need to add the last one, which is the root. Excellent. طيب عندنا أيضا التيث واللبس. التيث اللي هي الأسنان واللبس. طبعا يعني حقيقة أستاذ محمود أديت أداء جيد جدا. شكرا جزيلا لك. انت قد ما عندك سؤال الاول قال لك draw a diagram ارسم شكل وضح بيه السافت بارت. هذا سؤال بسيط جدا. السؤال الثاني قال لك show differences between oral sound and nasal sound. مين يقدر يجاوبني على هذا السؤال؟ yes sir. yes please. مين يقدر يوضح لي الفرق ما بين ال oral sounds and nasal sound. What do you mean by oral sound and nasal? عادي أوضح. Yes please. Why not? Oral sounds produced from the oral cavity. The air comes out from the lung towards the oral cavity. While the nasal sounds, the air comes out from the nasal cavity. Nasal cavity. But you didn't mention very important point, which is about soft palate. This is the most important thing. Yes. You didn't mention yes. about it. You have to say exactly an oral sound. Yeah, when the soft palate is raised, the air comes out from the oral cavity. Yeah, this is the most important yes. point you have to mention. And if I give you a yes. question, for example, إذا عطتكم سؤال قلت لك, how can soft palate affect on the sounds بهيج صيغة أو بأخرى, كيف يمكن للسوفت بارت أن تؤثر على الصوت؟ أيضا نفس الكلام راح تقول لي أن السوفت بارت إذا ارتفعت راح يصير كذا, أو إذا انخفضت راح يصير كذا. يعني نفس الشيء. طيب عندك سؤال هنا indicate whether. هذا السؤال هذا تعداد بسيط جدا, 5 organs, هذا شيء بسيط. سؤال آخر indicate whether the following statements are true or false and correct one if it's correct if it's wrong. Glottis is a gap between larynx in which air passes freely. الجلوتس هي فتحة داخل اللارينx لو داخل وين؟ موجود بالكتاب قال لك الجلوتس is a gap between the vocal cord مو larynx. هي داخل ال vocal cords وال vocal cords هي داخل اللارينx. سؤال النقطة الأخرى larynx structure at the top of the windpipe from the larynx which contains the vocal cords. نعم هذا جواب صحيح. voiceless sound sound produced without vibration of the vocal cord. شو تقولون صح لو غلط؟ yes it is right. the lower front teeth are not important in speech. الأسنان العلوية السفلية ليست مهمة في الكلام. false. شو تقولون؟ wrong false. طيب من هي الأهم ال front lower ال upper teeth أو lower teeth؟ طيب من يقدر ينطيني صوت يخرج من خلال ال lower teeth؟ ها our front lower front teeth. أريد صوت من يخرج من خلال ال lower teeth. Yes.
من يقدر يعطيني الس... نعم نفس الديودنسر. لا اريد اريد صوت يخرج بمساعده اللور فرونت تيف. من يقدر يعطيني صوت يخرج بمساعده اللور فرونت تيف؟ يعني الاسنان السفليه. اذا قلنا فاوزه الاسنان السفليه العلويه، فانا اريد اللور السفليه. ليش ما عرفتوا؟ لانه ماكو صوت. ف ب هاي اسنان علويه. صحيح. اذا ما عندنا صوت يخرج من خلال lower front teeth. اذا صحيحه it is not important in speech. صحيح اللور هي ليست مهمه، الابر مهمه بس اللور ليست مهمه. خامسا nasal sounds are those sounds produced by raising the soft palate. Incorrect. It's wrong. It's not right. The nasal sound هي الأصوات التي تخرج مو بارتفاع الصوت بلات بانخفاض الصوت بلات. By lowering the soft bullet. Sound produced with the vibration of the vocal cords. شو نقول عليه هذا الفراغ؟ Voiced sound. Tongue divided into tip, plate. Yes, right. طيب هاي الأسئلة أعتقد كلها بسيطة ما عدنا بيها، وهاي هي أصلاً محلولة. The tongue is one of the most. طبعاً هاي الأسئلة بشكل عام ما موجود بالفصل الثاني، ويعني هسه هذا محمود حقيقة ما قصر، وإحنا هذا الفصل already متحدثين عنه بالمحاضرة السابقة، وعدنا اليوم مرة أخرى للتكرار. نحاول نسوي لكم امتحان ان شاء الله بالطلب المشتركين ويانا بالدوره بالفصل الاول والفصل الثاني. امتحان راح يكون شامل، اسئله مطوله، ونحاول نجيب لكم اسئله مثل نمط الماستر مو مثل نمط الدراسات الاوليه، حتى شويه تشوفون الاسئله وتشوفون الفرق وتشوفون الامور. المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتحدث عن الفصل الثالث، وايضا نبدي ناخذ ماده اخرى. اللي يحب يعمل برزنتيشن مو مشكله من الطلاب اللي مشتركين ويانا. استاذ سيف تحب تعمل سيف برزنتيشن ويانا بالبداية الفصل الثالث توضح انت اذا عندك